هذا وتطلق مجموعة بنك التنمية الإفريقي تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقي الرائد 2023، وذلك خلال اجتماعاتها السنوية بشرم الشيخ المنعقدة خلال الفترة من 22 وحتى 26 من مايو الجاري. يأتي التقرير تحت عنوان تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا، ويركز بشكل أساسي على فرص إطلاق الاستثمارات الخاصة والمعرفة والاستفادة من رأس المال الطبيعي الهائل للقارة لمكافحة تغير المناخ وتحفيز الانتقال إلى النمو الأخضر. ويقدم التقرير في كل عام أدلة وتحليلات مقنعة وحديثة تعلم وتدعم صناع القرار السياسي في إفريقيا والقطاع الخاص والمجتمع الدولي. وللمزيد من المتابعة من داخل مقر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بمدينة شرم الشيخ، ننتقل إلى شرمندا الدسوقي مراسلة دي أم سي والمزيد من التفاصيل. إليك شرمندا. نعم، تحياتي المشاهدي دي ام سي الكرام، مستمرين مع حضراتكم في متابعه فعاليات مؤتمر الاجتماعات السنويه لمجموعه البنك الافريقي، والذي جاء هذا العام تحت عنوان تعبئه تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الاخضر في قاره افريقيا، والذي كان افتتاحه صباح امس تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالتاكيد جاءت مناقشاته وموضوعاته وجلساته حتى الان في يومها الثالث حول قضايا ومناقشات التحول الى الاقتصاد الأخضر وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة للتمويل الأخضر في قارة أفريقيا بناء على ما جاء عليه من مقررات مؤتمر المناخ كوب 27. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الشرم بيطلعنا عليا دكتور خالد حمزة مدير مكتب مصر البنك الأوروبي للإعمار والتنمية. بعد التحية يا فندم على شاشة دي ام سي، لو تطلعنا أهم الملاحظات التي شاهدتها خلال اليومين من انطلاق هذا المؤتمر وأهم ما جاء فيه بالنسبة لحضراتكم. شكرا جزيلا. والله يعني احنا فعلا فعاليات بقالها يومين على اعلى مستوى، وكان في محاضرات جيدة جدا، وكان الكلام فعلا عن المناخ، وكان اعتقد ذكر في خطبة سيادة الرئيس ان افريقيا محتاجة اكتر من 200 مليار دولار للبنية التحتية علشان تقدر تواكب الاحتياجات والتطور اللي موجود في أفريقيا حاليا. وإحنا كبنك أوروبي لعدل الأعمار والتنمية موجودين برضو وبنشارك في الفعاليات ديت، لأن إحنا مهتمين جدا، وبالذات حتى في مصر إحنا شغالين مع الحكومة المصرية والدولة المصرية على برنامج نوفي، وبالأخص الجزء المتعلق بالطاقة المتجددة. واحنا لسه راجعين من الجمعيه العموميه بتاعتنا احنا في البنك الاوروبي لرعايه الاعمار والتنميه، واخدنا قرار التوسع الى افريقيا، فبالتالي هنقدر نساهم في الجزء، يمكن مش جزء كبير بس جزء على الاقل من ال 200 مليار اللي افريقيا محتاجاه في الفتره الجايه من خلال مساهمتنا والاستثمارات اللي احنا بنعملها في المجالات المختلفة، خاصة مجال الطاقة المتجددة اللي احنا واخدين فيه ريادة هنا في مصر وفي دول كتير جدا. دكتور خالد، بنشكر حضرتك على كلمة هذه المعلومات والجهد المبذول، وبالتأكيد استضافة مصر والدولة المصرية والقيادة السياسية لهذه النوعية من المؤتمرات بتعكس تعزيز المساعي الدولية والإقليمية والاقتصادية، والتي تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح لهذا المؤتمر أمس. عودة إليكم مرة أخرى.